مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. برحب بكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده اكيد عندنا كلام كتير وكواليس اكتر عن بعثه الفريق الاول لكره القدم الموجوده دلوقتي في بيروت، استعدادا طبعا لمواجهه النجم اللبناني في اياب دور ال 32 من البطوله العربيه المقرر ليها باذن الله بكره الساعه 6:30. هنقدم لكم النهارده بقى تغطيه خاصه لاخر تمرين لفريقنا الاول، وكمان طبعا المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني الخاص باللقاء. كمان النهارده كان في حدث مهم جدا للنادي الاهلي وهو توقيع ارض الفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس. هيكون معانا برده كل التفاصيل الخاصه بالموضوع ده او بالحدث التاريخي المهم ده، وطبعا الحدث الاكبر والاهم اكيد هيكون كمان 48 ساعه الجمعيه العموميه غير العاديه للنادي الاهلي للتصويت على لائحه الدستور الخاص بالنادي الاهلي. زي ما احنا عارفين طبعا النادي الاهلي دلوقتي في حاله طوارئ استعدادا للحدث التاريخي ده، والمتوقع ان هو يكون في اقبال كثيف جدا من الاعضاء المشاركه في صناعه مستقبل النادي الاهلي. هنناقش الكلام ده واخبار تانيه كتير جدا خلال حلقتنا النهارده. ضيفنا النهارده الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب، واكيد طبعا برضو هستنى مشاركتكم كالعاده على صفحه القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. والبداية دايما بأهم العناوين. روبا نهائية في الأهلي استعدادا للجمعية العمومية. خالد مرتجي دستور الأهلي في رقبة أعضاء الجمعية العمومية. الأهلي وقع عقود التسلم أرض الفرع الرابع. الفريق الأول يختتم تدريباته استعدادا للنجمة. فتحي يلتحق ببعثة الفريق في بيروت. ملعب الأهلي وسطيف في علم الغيب. لجنة المسابقات تؤجل لقاء المقصة والأهلي في الدوري. كالعادة بداية حلقتنا دايما بتكون بأهم المنشطات اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأخبار: روفا نهائية لعمومية الجمعة القادمة. الأهرام: خالد مرتجي دستور الأهلي في رقبة الجمعية العمومية ومجلس الخطيب أوفى بعهده. لا يصح أن يسير هرم مصر الرابع على لائحة استرشادية، ومزجنا بين لائحتي حسن حمدي وطاهر. الوطن: الأهلي ينهي استعدادات استقبال العمومية للتصويت على اللائحة. مرجان يستقبل وفد اللجنة القضائية والدرندري. بنود مميزة للاستثمار وتحصين أعضاء مدينة نصر، والنادي صاحب الحق الوحيد في استغلال اسمه وعلامته التجارية. المصور الرياضي: جمعة الحسم بالقلعة الحمراء، لائحة الأهلي الجديدة تنتظر قرار الجمعية العمومية. الجمهورية: ملعب الأهلي وسطيف في علم الغيب. أطاح بهرايا صعد المربع الذهبي وعينه على الأميرة الأفريقية. الأهلي غاوي أرقام وإنجازات. الأهرام: الأهلي يوقع عقود تسلم أرض الفرع الرابع واستقبال باهر للبعثة في بيروت. الأخبار: الأهلي يخطط لخطف النجمة في لبنان، كارتيرون يخشى الإرهاق ويراهن على روح هرايا. الأخبار المسائي: لبنان تحتفي بالأهلي، الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا للنجمة، وكارتيرون يعتمد على توليفة هرايا. المساء: الأهلي يخشى الإجهاد في لبنان، كارتيرون يكتفي بالتدريبات الخفيفة قبل مواجهة النجمة. وليد سليمان شارك والجماهير المصرية تساند الفريق. من
هنروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار طبعا اللي استعرضناها معاكم منذ قليل، وهنبتدي من الجمهورية. الجمهورية قالت بصعود النادي الأهلي للمربع الذهبي بيكون حقق الإنجاز ده 15 مرة وفرق 4 مرات عن مازيمبي وكمان عن الترجي، ووصل كل واحد فيهم بس 11 مرة للمربع الذهبي، وبعد كده كوتوكو طبعا وصل 10 مرات بس للمربع الذهبي. النادي الأهلي كمان حقق أكبر انتصارات في الدور ده بفارق 4 أهداف، بجانب أنه طبعا رفع إنجاز المدير الفني كارتيرون لخمس انتصارات وتعادل في 6 مباريات قاد فيها نادي الأهلي في المسابقة، وبتسجيل كمان أحمد فتحي وصل عدد هدافين النادي الأهلي في الموسم ده ل15 لاعب، منهم 10 سجلوا في دوري الأبطال على مدى 10 مواجهات لحد دلوقتي. نواصل برضو الكلام من الجمهورية اللي كتبت عن حالة من الغموض بتسيطر على مصير ملعب مباراة النادي الأهلي وفاق سطيف الجزائري المقرر أن هي تكون يوم 2 أكتوبر اللي جاي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وبرغم أن النادي الأهلي استقر على ملعب السلام عشان يخوض فيه مبارياته الأفريقية، إلا أن في بعض الأنباء بتقول أن المباراة ممكن تتنقل لبرج العرب لدواعي أمنية، وطبعا مستني دلوقتي مسؤولين نادي الأهلي الموقف النهائي لملعب المباراة، خصوصا طبعا أن النادي مجالوش لحد دلوقتي أي خطاب رسمي بيفيد بنقل المواجهة، وأن طبعا الوقت ده هيكون ضيق جدا عشان يبلغوا بيه الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة لملعب تاني، وأن فترة ال 15 يوم اللي بيتم خلالها طبعا تحديد اللقاء انتهت بالفعل، وده اللي طبعا النادي الأهلي خايف أن يتم الاعتراض عليه من الفريق الآخر فريق الجزائري ويتسبب بأزمة للنادي الأهلي. تابعنا معاكم أهم كلام الجرايد، ودلوقتي معادنا مع أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي بس على مواقع الإنترنت. الوطن سبورت: الأهلي وقع عقود أرض التجمع رسميا والخطيب يؤكد على دعم الدولة للأندية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي درندالي: دستور الأهلي نشأ بإرادة أعضاء النادي وننتظر حضور تاريخي. اليوم السابع: استعدادات الأهلي لعمومية اللائحة، 3 جراجات و40 أتوبيس وسيارات جولف. الدستور: الجرح يصل لبنان لرئاسة بعثة الأهلي استعدادا لمواجهة النجمة. فيتو: سفير مصر في لبنان يحضر ميران الأهلي في المدينة الرياضية. الوطن سبورت: محاضرة بالفيديو للأهلي قبل مواجهة النجمة. في الجول: محمد يوسف يصرح: الفوز ضد النجمة يمنحنا دفعة معنوية قبل مواجهة وفاق سطيف. الشروق: فتحي يلتحق ببعثة الأهلي في مواجهة النجمة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: تخصيص مدرب كامل لجماهير الأهلي في مباراة النجمة. يلا كورة: الأهلي يعلن موقف سعد ومروان والسلية من مواجهة سطيف. بوابة الأهرام: حارس الأهلي جاهزون لمواجهة النجمة وهدفنا التتويج بكل البطولات. بوابة أخبار اليوم: رئيس النجمة اللبناني: الأهلي يتفوق علينا من الناحية الفنية. الوطن سبورت: محمد شريف أتمنى الحصول على فرصة في مباراة الأهلي والنجمة اللبناني. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام النجمة اللبناني. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم المنشطات الخاصة طبعا بمواقع الإنترنت اللي اتقالت عن النادي الأهلي، وهنبتدي بموقع الوطن سبورت واللي قال إن النادي الأهلي وقع على عقود أرض نادي في التجمع الخامس مع هيئة المجتمعات العمرانية النهاردة الظهر يوم الأربعاء بعد سداد المبلغ المالي المستحق، وده تمهيدا طبعا للبدء في عملية الإنشاء خلال الفترة اللي جاية. حضر مراسم توقيع العقود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وطبعا خالد درندلي أمين صندوق النادي الأهلي، وطارق أنديل ومحمد سراج الدين عضو المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الأهلي، وعماد حلمي المدير المالي، وجمال جبر مدير الإعلام في النادي الأهلي. نروح بقى معاكم دلوقتي للتقرير، هنشوف فيه كواليس التوقيع ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. الحقيقة يمكن أمور كتير جدا والدولة بتقوم بيها لمساعدة الرياضة والرياضيين، ما
النادي الاهلي بدوره برضو الريادي بيفكر دايما ازاي يعني يكون ليه دور في هذا الامر. يمكن بإذن الله الدور الرياضي للنادي الأهلي اللي هو دايما فيه ريادة فيه بإذن الله. دور مجهود مستمر، مجهود جبار بن سابق زمن زي ما قلت قبل كده، بتصلح أوضاع، بتقنن أوضاع. الأرض كانت موجودة بس ما كانش لسه ليها فيها عقود، ما كانش مقننة. دلوقتي أصبحت الأرض ملك النادي الأهلي. خلال 15 يوم إن شاء الله بإذن الله هيتم استلام القرار الوزاري. الجمعية العمومية العادية إن شاء الله بإذن الله هنفتح فرع التجمع الخامس بعد موافقة الجمعية العمومية، وهو ده لائحة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هتعتمد يوم الجمعة الجاية بمشيئة الرحمن. الحمد لله ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مركزين عليها الفترة الأخيرة، إن أو من يوم ما انتخبنا، يعني موضوع أرض القاهرة الجديدة الفرع الجديد بتاعنا إنه ينتهي بحيث إن احنا نبدأ فيه، لأن كان في مجموعة مشاكل متعلقة بيه. الحمد لله خدنا الأرض الجديدة، النهاردة خدنا توقيع العقد. ده مكاسب جميلة وجديدة للنادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي. مجرد ما الحمد لله حصل توقيع العقد النهاردة هنبدأ على طول بقى الخطوات الجدية في البداية في اشتراكات الفرع وفي إنشائه وكل بقى الخطوات دي. خطوة مهمة عشان البداية اللي احنا محضرين ليها حاجة كتير. الحمد لله يمكن هي فعلا يعتبر النهاردة يوم تاريخي وللنادي، فرع إن شاء الله جديد بيتم التوقيع عليه النهاردة، وإن شاء الله يخرج بشكل يليق بأعضاء النادي الأهلي. طبعا احنا يعني من ضمن الأهداف للمجلس ان انت بتزود الرقعة الإنشائية بتاعتك، بتحاول ان انت تخدم على الأعضاء النادي ومحبين النادي في مختلف مناطق القاهرة، سواء طبعا عندنا هنا في زايد الحمد لله، فبالتالي برضو في التجمع لازم يكون فيه فرح، وإن شاء الله يتعمل بشكل يليق بالنادي ويكون برضو مشروع استثماري ناجح للنادي الأهلي. طبعا النهارده يوم يعتبر يوم تاريخي، ان احنا خلصنا ارض التجمع الخامس. الارض دي كانت متخصصه في 2016 للمجلس السابق، لما جه كابتن محمود ونجح في الانتخابات رحنا نستلم الارض، فوجئنا ان الارض المخصصه اللي هم استلموها المجلس السابق فيها مشاكل غير طبيعيه، محفوره بعمق 25 متر. بدا كابتن محمود يتواصل مع الجهات المعنيه في الهيئه لحد ما قدر ان احنا نغير الارض، وخدنا الارض اللي جنبيها بنفس المسطح بنفس المكان، بس كانت الحمد لله مظبوطه من زي ارتن. النادي الاهلي اضافه، لكن هو برضو العقد ده تم توقيعه بمناسبه تخصيص قطعه ارض لفرع النادي الاهلي في مدينه القاهره الجديده. ويعني مدينه القاهره الجديده مليئه بالمشروعات وانجازات هيئه المجتمعات، ودي اضافه كمان بالنسبه للمحور الرياضي، لان النادي الاهلي قامه وقيمه كبيره جدا 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 في مصر، وده اضافه للرياضه في جمهوريه مصر العربيه على وجه العموم وللنادي الاهلي على وجه الخصوص ان شاء الله. سلام بنعرف. لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي اللي اتكتبت النهارده او اتنشرت النهارده على مواقع الانترنت، ونروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي نشر ان خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي قال ان لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي هيتم التصويت عليها يوم الجمعه اللي جايه، طبعا نشات بنبض واراده اعضاء النادي الاهلي، وان هو متوقع ان هيكون في حضور تاريخي في الجمعيه العموميه للادلاء بالاراء والتصويت على دستور النادي الاهلي. وقال كمان الدرندلي ان المجلس استجاب لمقترحات الاعضاء وتم تعديل الكثير من البنود بناء على رغبة الجمعية العمومية عشان الأعضاء يكونوا شركاء في وضع دستور النادي الأهلي الجديد. كمان موقع اليوم السابع قال ان محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيبحث مع الاداره التنفيذيه عن اجراءات تسهيل حضور الاعضاء عشان يحطوا اللمسات النهائيه على الجمعيه العموميه للمشاركه طبعا في الحدث الهام اللي هيكون يوم الجمعه القادم. العميد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان اداره النادي بتسعى دلوقتي ان هي توفر كل سبل الراحه عشان
الاعضاء طبعا يقدروا يدلوا باصواتهم، حيث تم حجز 3 جراجات ووجود سيارات بتحمل شعار لائحه النظام الاساسي بتعمل على مدار 24 ساعه من الساعه 9 الصبح عشان تنقل الاعضاء من الجراج لمقر النادي الاهلي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، بالاضافه ل 40 اتوبيس هيتحركوا من مدينه نصر عشان طبعا ينقلوا اعضاء مدينه نصر، بالاضافه لمجموعه من الاتوبيسات الثانيه عشان تنقل الاعضاء من مقر الشيخ زايد، وفي كمان غرفه عمليات عشان تسهل للاعضاء طبعا التحرك، وعربيات جولف عشان تنقلهم جوه النادي للناس اللي طبعا كبار السن. كمان موقع الدستور نشر ان محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي وصل للفندق الخاص ببعثه النادي الاهلي في العاصمه اللبنانيه بيروت النهارده الصبح عشان يتولى مهام رئاسه بعثه الفريق هناك اللي بيستعد طبعا لمواجهه النجم اللبناني يوم الخميس اللي جاي او بكره في تمام الساعه 6:30. كمان كان سمير عدلي المدير الاداري للفريق في انتظار الجرحي في مطار رفيق الحريري في بيروت. بوابة فيتو قالت ان نزيه نجاري سفير مصر في لبنان هيحضر تمرين الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي مساء اليوم، واللي بيقام على ملعب المدينة الرياضية واللي هيقام برضو عليها اللقاء. وكمان سفير مصر في لبنان وجه دعوة عشاء لبعثة الفريق المتواجدة في بيروت، ويذكر كمان ان طاقم السفارة المصرية وعلى رأسه السفير حرصوا على استقبال بعثة النادي الاهلي اول ما وصلوا للبنان امبارح يوم الثلاثاء. نرجع مره تانية للوطن سبورت واللي قال ان باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الاهلي هيعمل محاضره فنيه بالفيديو مع لاعبين النادي الاهلي الساعه 9 مساء النهارده، وهيستعرض طبعا خلال المحاضره دي لقطات مسجله من مباراه النجمه قصاد العهد اللبناني في كاس السوبر اللبناني واللي فاز فيها العهد بهدف نظيف في اللقاء طبعا، بالاضافه لمباراه النجمه قصاد النادي الاهلي في ذهاب دور ال 32 من البطوله العربيه واللي انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. موقع في الجول كتب ان محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي اكد على صعوبه مواجهه فريق النجمه اللبناني، ولكن الفريق رغبه قويه جدا في تحقيق الفوز عشان يستكمل مشوار البطوله العربيه، بالاضافه لان الفوز ده بيعد بمثابه دفعه معنويه قويه قبل لقاء وفاق سطيف الجزائري يوم 2 اكتوبر اللي جاي في ذهاب نص نهائي دوري ابطال. لسه مكملين معاكم اخبارنا اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، ونروح لموقع الشروق واللي نشر ان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي وصل لفندق اقامه البعثه في بيروت. طبعا احمد فتحي كان واخد اذن ان هو يغيب طبعا عن مرافقه الفريق لبيروت عشان كان متواجد ساعتها في لندن وكان بيحضر حفل تتويج الافضل في العالم. نرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي كتب ان سمير عدلي المدير الاداري للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي قال ان هو تقرر تخصيص مدرج كامل لجمهور النادي الاهلي وللجاليه المصريه عشان يحضروا مباراه النجمه اللبناني المقرر ليها الساعه 6:30 مساء بكره ان شاء الله الخميس بتوقيت القاهره والساعه 7:30 بتوقيت بيروت. قال كمان عدلي ان هو حرص على زياره نادي النجمه اللبناني، طبعا بيتكلم عن العلاقه القويه جدا اللي بتربطه بمسؤولين النادي، وكمان اشاد عدلي بحسن تعاون النادي اللبناني مع بعثة النادي الأهلي. اما موقع يلا الكوره فكتب ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي قال ان سعد سمير ومروان محسن لاعبين النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير وهينضموا للتدريبات الجماعيه للفريق بعد مباراه النادي الاهلي مع النجمه اللبناني. وقال كمان خالد محمود ان الجهاز الفني فضل عدم اصطحاب الثنائي سعد سمير ومروان محسن لرحله لبنان عشان يستكملوا برنامجهم التاهيلي ويتعافوا تماما من الاصابه قبل مواجهه وفاق سطيف الجزائري. اما بوابه الاهرام فكتبت ان علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي قال ان الفريق جاهز لمواجهه النجمه اللبناني، وقال كمان لطفي نخوض مباراه النجمه اللبناني بمعنويات مرتفعه بعد الصعود للدور قبل النهائي لدوري الابطال الافريقي، وعندنا رغبه قويه في استكمال مشوارنا بنجاح في البطوله العربيه، والنادي الاهلي بيلعب دايما على الفوز برغم من صعوبه المباراه الا ان لاعبي النادي الاهلي بيمتلكوا من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع ظروف مباراه النجمه اللبناني، وهدفنا دايما اسعاد الجمهور. أما بوابة أخبار اليوم قالت ونشرت تصريحات مهمة لأسعد سقال رئيس نادي النجمة اللبناني واللي أكد أن مباراة فريقه قصاد النادي الأهلي هتكون مباراة صعبة جدا، وقال كمان رئيس النادي اللبناني أن هم فقدوا خلال لقاء الذهاب اللي أقيم طبعا في القاهرة من تقريبا شهر العديد من العناصر اللي كان مهمة أو اللي كانت مهمة أو اللي تقدر أنها تؤثر على نتيجة اللقاء، فما شاركش حسن معتوق بسبب الإيقاف بالإضافة طبعا لإصابة أكثر من لاعب في الفريق اللبناني.
نرجع مرة تانية للوطن واللي كتب التصريحات لمحمد شريف لاعب النادي الأهلي واللي قال فيها أن الفريق على ميعاد مع مباراة صعبة ومهمة قصاد النجم اللبناني، خصوصا طبعا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، لكن عندنا معنويات كبيرة للغاية خصوصا طبعا بعد الفوز على هورايا كوناكري الغيني بأربع أهداف نظيفة والتأهل للمربع الذهبي. وقال كمان شريف طموحاتنا كبيرة في الموسم ده وعندنا رغبة في حصد كل البطولات، وبالطبع التتويج باللقب الأفريقي هو الحلم الأكبر بالنسبة لنا. نرجع مرة تانية بقى للموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي نشر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي والنجم اللبناني واللي أقيم النهاردة الظهر في فندق من الفنادق القريبة جدا من مقر إقامة بعثة الفريق في العاصمة اللبنانية بيروت. الاجتماع ده اتحدد فيه ارتداء النادي الأهلي الطقم الأزرق كامل وحارس مرمى النادي الأهلي الطقم الأسود، وهيرتدي النجم اللبناني الطقم الأبيض كامل، وهيرتدي كمان حارس مرمى الفريق اللبناني الطقم الذهبي، وهيوصل الفريقين لأرض الملعب قبل المباراة بساعة ونص. وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف أستاذ خالد كرم الإعلامي اللبناني ورئيس تحرير موقع يوروسبورت عربية. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير للجميع بمصر، وبشرف أكون معكم بهذه المقابلة على قناة نادي الأهلي. أكيد منورنا في قناة النادي الأهلي ومنورنا أكيد في برنامج كلام في الميديا. وفي البداية كده عايزين نعرف من حضرتك إزاي تناولت الصحافة اللبنانية لقاء النادي الأهلي والنجم اللبناني؟ هلا طبعا في اختلاف كبير بالتعامل مع المباراة بين الصحافة المصرية والصحافة اللبنانية بطبيعة الحال. الوضع بالنسبة للصحافة اللبنانية هو بدنا نقول الكلام عن إنجاز كبير بالفوز على النادي الأهلي، خاصة أنه النادي الأهلي فنيا أو تاريخيا أعلى شوي من نادي النجمة وإنجازاته أكبر بطبيعة الحال. طبعا الإعلام اللبناني اليوم عم بدور على المباراة كفرصة ذهبية تحقق انتصار كثير كبير. اليوم بحط نادي النجمة بموعد جيد جدا بالبطولة العربية، ومن ناحية ثانية كمان بحد ذاته شبيه بلقب بطولة، والحديث كله عم بيتكلم بهذا الأجزاء. شفنا بالفترة اللي قطعت هذا الأسبوع خاصة من بعد مباراة ديربي الكبيرة في لبنان بين الأنصار والنجمة، انتقل كل الاهتمام لمباراة الأهلي. بقدر أقول لك حوالي أكثر من 15 برنامج إذاعي وتلفزيون كان عم بتناول هذه المباراة على أمل إنه نادي النجم يكون حقق النتيجة لا جماهيره بلبنان. هذا كان جو تقريبا الإعلام اللبناني بشكل عام. رئيس نادي النجمة اللبناني قال في تصريحات لي ان النادي الاهلي بيتفوق على النجمة اللبناني فنيا ولكن فريقه يقدر ان هو يحقق مفاجأة. مدى بقى ثقة الجماهير جماهير النجمة اللبناني في فوز فريقها قد ايه؟ لا جماهير النجمة اذا بدنا نقول الثقة اكثر بارادة اللاعبين بالالتزام التكتيكي على ارض الملعب خاصة النواحي الدفاعية بالتحفظ الدفاعي اللي اذا بدنا نقول مارسه النجمة بمباراة الأهلي الأولى. يعني الجماهير عم بتعول على هذا الأداء، عم بتعول على أداء شبيه لهذا الشيء، وكمان على الضغط الجماهيري على أرض الملعب. طبعاً المباراة الذهاب كانت بمصر وكانت يعني كانت الضغوطات أصعب جماهيرياً على اللاعبين. اليوم بلبنان أكيد دعم الجمهور اللبناني كله ورا الشيء، وحتى الجماهير صار لها حوالي أربع أيام بالملعب عم بتحضر للمباراة وعم بتحضر فيفوز وعم بتحضر كل الأمور الخاصة بهذه المباراة. في إيمان كبير إنه معقول يطلع نادي النجمة بنتيجة جيدة، بس مثل ما بنعرف كلنا على الورق إذا النادي الأهلي حاضر قدم مباراته مثل ما لازم الموضوع شوي صعب. طيب على المستوى الفني إيه أكتر حاجة بتميز فريق النجمة اللبناني ممكن تديله أفضلية عن النادي الأهلي؟ طبعا النادي النجمي عنده لاعبين ممتازين في خط الوسط، هن حسن معطوق ونادر معطوق. طب حسن هل بس حسن معطوق هل هيشارك في اللقاء؟ هيشارك بنسبه 100% في اللقاء. هلا اللي صار مع حسن معطوق بمباراه الانصار كان عم بيعاني من شد عضلي اخرج المدرب في الدقيقه 40. هالشد العضلي تبين انه منه مزق او اصابه خطيره، يعني موضوع له عليها بتقلص عضلي وحيكون جاهز للمباراه طبعا. هلا من الناحيه الفنيه نادي النجمه رح يعاني من مساله معينه، هي عدم سماح الاتحاد العربي
للنادي النجمي بإشراف أربع لاعبين استقدموا هذا الموسم للموسم الجديد. اللاعبين هم أبو بكر المال، عمر زين الدين، محمد جعفر، البرازيلي فيليب. هالأربع لاعبين بالذات لعبوا دور رائع جدا للنادي النجمي بفوزه على الأنصار 4-2 الأسبوع الماضي. وبلش كثير في تجانس بين المجموعة القديمة والأربع لاعبين بالذات يلي هن جزء من التشكيلة. فهذا الموضوع يعني كان هو النادي النجمي رح يلعب مباراة اليوم أو مباراة بكرة بنفس تقريبا تشكيلة مباراة الذهاب بغياب اللاعبين المنتدبين الجديد على هيدا فنيا بعتقد ما راح تكون كثير لصالح النادي النجمي. طيب عايزين بقى في النهاية نطمن منك على حجم الإقبال الجماهيري للقاء، لقاء النادي الأهلي والنجم اللبناني في دور ال 32 من البطولة العربية. فينا نقول اولا ان ملعب المدينه الرياضيه ببيروت بيتاح حوالي 53,000 متفرج. نادي النجمه عم يسمح انه يفول الملعب مع اكيد سماح لكل الجمهور المصري بلبنان دخول الملعب. هلا صار في اتفاق على عدد البطاقات بس ما تم اعلانه اذا فينا نقول على العلن او تم تداول، تم التداول ببعض الارقام. ما رح اذكرها انا لانه منها دقيقه، بس اللي انا المعطيات اللي عندي اياها ما رح يكون في لمس على الجماهير المصرية اللي داخلة على الملعب. ما راح يكون في تعامل بشكل انه في نسبة معينة من هذا الهدف انه تمتلئ المدينة الرياضية على اكملها. اخر مرة امتلأت المدينة الرياضية هي مباراة منتخب لبنان مع كوريا الجنوبية من حوالي 3-4 سنين. وجمهور النجمة ورئيس نادي النجمة حتى والجو بالبلد بشكل عام عم يطلب من الجماهير تطول الملعب كجماهير لبنانية بشكل عام وجماهير نادي النجمة. طيب بشكرك جدا استاذ خالد كرم الاعلامي اللبناني ورئيس تحرير موقع يورو سبورت على وجودك معانا النهارده في قناه الاهلي. كل التوفيق طبعا لفريقنا الاهلي في البطوله العربيه. نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، لكن قبل ما نروح للاخبار المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، الاول نروح لكريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من بيروت، هيتكلمنا اكتر طبعا ويطمنا اكتر على بعثه الفريق الاول للنادي الاهلي المتواجده دلوقتي في بيروت طبعا للقاء النجم اللبناني بكره الساعه 6:30 بتوقيت القاهره والساعه 7:30 بتوقيت بيروت. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيكي شيما، برحب بيكي وبرحب بكل الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي في كل مكان هنا من بيروت. الاهلي والنجم اللبناني في الساعه 7:30 يوم الخميس 6:30 بتوقيت القاهره. ان شاء الله بنتمنى كالعاده كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا في حاله كبيره من التركيز، فصل تام بين البطوله الافريقيه والبطوله العربيه. لو بتكلم معاك يا شيما على اليوم بشكل عام النهارده يمكن بدا صباحا في الساعه 11 صباحا باجتماع فني حضره الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره، الكابتن سمير عدلي المدير الاداري، كابتن ماهر عبد العزيز الاداري، الكلام والحديث طبعا عن الطاقم اللي هيرتديه النادي الاهلي وايضا كمان نادي النجم اللبناني. النادي الاهلي سيرتدي الطاقم الازرق بالكامل والحارس المرمى يكون الطاقم الاسود، على الجانب الاخر بالنسبه لفريق النجم اللبناني سيرتدي الطاقم الابيض والحارس الطاقم الذهبي. امور اعتياديه كالعاده بالنسبه لكل البطولات الخاصه بالبطوله الافريقيه والبطوله العربيه، الوصول قبل المباراه بميعاد محدد، عدم الاعتراض على التحكيم، لكن حابين نلفت النظر لحاجه مهمه جدا. طبعا يمكن تم تغيير اسم هذه البطوله من كاس العرب للانديه الابطال الى كاس زايد للانديه الابطال، ويمكن حابين ان احنا طبعا نتكلم على هذا الامر لان الناس يمكن حاولت ان هي توصل لنا المعلومه سواء في الاتحاد العربي وايضا كمان نادي النجم اللبناني ويمكن كمان في المؤتمر الصحفي كل البانرات اللي كانت متواجده خلف الجهاز الفني سواء للنجم اللبناني او النادي الاهلي كانت هي كاس زايد للانديه الابطال. كمان المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي والاخير هنا في الملعب المدينه الرياضيه اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي والنجم اللبناني حضر كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي وايضا مستر باتريس كارتيرون. تساؤلات عديده لكابتن حسام لمستر باتريس عن اهميه هذه المباراه، كيف تتعامل مع تلاحم المباريات الكبير والمشاركه في البطوله الافريقيه ثم البطوله العربيه، هل هيكون في بعض اللعيبه في حاله تدوير؟ هنشوف يمكن الشناوي متواجد ولعيبه كبيره متواجده للنادي الاهلي. تسال مستر باتريس هل هندفع بهؤلاء اللاعبين الكبار ولا هيكون في حاله تدوير كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل كبير خلال الفتره الماضيه هي اللي هتكون متواجده في المباراه؟ لكن يمكن مستر باتريس قال انا ما عنديش لعيب احتياطي ولعيب اساسي، كل اللعيبه عندي على قدر المسؤوليه كلهم على مستوى واحد،
مفيش حاجه اسمها اساسي واحتياطي. كل اللعيبه سواء ان هي بتاخد فرصه لابد ان هي تكون جاهزه فنيا وبدنيا ومعنويا كمان، ودي اللي احنا حقيقي بصراحه لامسينه من تدريبات النادي الاهلي. تيم ورك واحد، الكل هدفه هو نجاح النادي الاهلي وهدفه هو الحصول على البطوله العربيه وايضا كمان البطوله الافريقيه اللي اكيد حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، والوصول كمان الى كاس العالم للانديه. فهذه اللحظات كمان شيما تدريب النادي الاهلي الاخير على ملعب المدينه الرياضيه، وصل بالفعل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. اكيد هيكون النهارده تدريب قويه، تدريب رئيسي هيحاول مستر باتريس يضع التكتيك، الامور الخاصه بيه، الجمل التكتيكيه اللي تنفذ فيه مباراه الغد باذن الله. لكن بطمنك زي ما قلنا الامور مهيئه باذن الله للنادي الاهلي ان هو التعادل الايجابي قلنا يصعد بالنادي الاهلي، وايضا كمان الفوز للنادي الاهلي هيحسم هذا الامر، وده اللي املنا فيه كبير، وعندنا ثقه في كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان النادي الاهلي يحقق نتيجه كبيره. عايز اقول كمان جمهور النجم اللبناني هيكون متواجد بكثافه في هذه المباراه، وتم تخصيص ايضا مدرج يمكن خاص لجمهور النادي الاهلي او كمان الجاليه المصريه المتواجده هنا، لكل من حابب ان هو يساند النادي الاهلي. ان شاء الله تكون مباراه جيده، مباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. وزي ما انت عارف يا شيما طبعا لحظه بلحظه بنكون معاكم، بنحاول ان احنا ننقل كل الكواليس واخبار النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي هنا في بيروت. عوده ليك شيما. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من بيروت. نرجع بقى مره ثانيه نكمل فقراتنا ونروح لفقره الاخبار المحليه والعالميه وكمان فقره اخبار محترفينا في الخارج. البوابه نيوز، لجنه المسابقات تاجيل لقاء المقصه والاهلي في الدوري. اليوم السابع اتحاد الكره يستعين بعربه متنقله لتطبيق تقنيه حكم الفيديو. سوبر كورة، اتحاد الكرة يضع شروط المشاركة في السوبر العربي. الفجر الرياضي، اتحاد الكرة يقلل من أزمة أجاري ويتعهد باسترداد أمواله. بوابة أخبار اليوم، أجاري يتابع صلاح في لقاء ليفربول وتشيلسي. وزير الشباب والرياضة يبحث مع خبراء أجانب تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر. المسا، بعد الميران الأول طولان يلغي لقب نجم في فريق الاتحاد السكندري، تعليمات بالجدية والروح العالية استعدادا لمواجهة دجلة. الشروق، طولان قيادة الاتحاد مثل الذهاب من الدار للنار. الوطن سبورت، المقصة يكشف حقيقة طلب قود السوبر المصري السعودي بدلا من الأهلي. 1-3، فرج عامر يصرح سموحة لن يبيع أي لاعب في يناير. سكاي نيوز، مورينيو لبوجبا لن تحمل شارة القائد مرة أخرى. أس، ميسي على أبواب مباراته 700 مع برشلونة. سبورت 360، الصحافة الكرواتية تهاجم رونالدو وتوجه له تهمة الغرور. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم المنشطات اللي عرضناها من شويه، وهنبتدي مع البوابه نيوز واللي قالت ان لجنه المسابقات في اتحاد الكره برئاسه عامر حسين اعلنت تعديل مواعيد بعض المباريات الخاصه بالنادي الاهلي في الدوري، وجت كالتالي: اقامه مباراه النادي الاهلي والداخليه المؤجله من الاسبوع السادس لدوري القسم الاول ليوم الاثنين 15 اكتوبر اللي جاي، وهتقام من غير اللعيبه الدوليين المنضمين للمنتخب الاول. كمان اقامه مباراه الاهلي والاتحاد في الاسبوع العاشر يوم الاحد 7 اكتوبر بدل السبت 6 اكتوبر، وتأجيل مباراة مصر والمقصة، مصر المقصة والنادي الأهلي في الأسبوع الحادي عشر لميعاد هيتحدد فيما بعد طبعا نظرا لتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان اليوم السابع قالت ان عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه الحكام قال ان هيتم الاستعانه بسياره خاصه هيتم وضع فيها السيستم الخاص بتقنيه الفيديو اللي هتكون متنقله عشان تستخدم في مباريات الدوري الممتاز. عبد الفتاح قال ان العربيه المتنقله هتكون مخصصه لتواجد حكام الفيديو جواها ومتابعه المباراه والتواصل مع حكام الملعب. وكمان قال رئيس لجنه الحكام ان دي البدايه في او من مع بدايه الدور الثاني فعلا هيتم تطبيق تقنية الفيديو. موقع سوبر كورة قال ان مجلس ادارة اتحاد الكورة طلب من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ان هو يحط شروط مشاركة الاندية في السوبر العربي وتحديد الفرق اللي ليها الحق ان هي تشارك لعدم حدوث ازمات زي اللي حصلت في الموسم الجاري. واستقر كمان مسؤولين اتحاد الكورة برئاسة هانية بوريدا على ضرورة تحديد الدول اللي هيتم اقامة السوبر مع مصر فيها، وتحديد كمان مواعيد محددة باتفاق الطرفين عشان ما يتكررش تاني نفس الازمة اللي حصلت مع النادي الاهلي ورفضه هو
يخوض السوبر المصري السعودي بسبب تضارب طبعا المواعيد مع الفرق السعودية وانشغاله كمان بالمشاركة في الدوري الأفريقي. الفجر كمان قالت ان ثروت سويلم المدير التنفيذي في اتحاد الكره كشف حقيقه الخطاب من وزاره الشباب والرياضه والخاص بالتعاقد مع المكسيكي خافير اجيري لقياده المنتخب الوطني الاول. سويلم قال ان الخطاب كان للاستفسار حول اسباب وكيفيه التعاقد مع اجيري بالرغم من وجود تهديدات بايقاف المدرب. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن خافير أجيري مدرب المنتخب توجه لمدينة ليفربول الإنجليزية عشان يتابع مباراة ليفربول واللي بيلعب ليه طبعا نجمنا المصري محمد صلاح قصاد تشيلسي. المباراة المقرر ليها إن شاء الله النهاردة ضمن كاس الرابطة الإنجليزية والمقرر أن هيرجع أجيري للقاهرة بكرة عشان يواصل التحضير لمعسكر المنتخب الوطني واللي هيقابل خلاله منتخب سوازيلاند في مباراتين يوم 12 ويوم 16 أكتوبر اللي جايين طبعا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات للمجموعة العاشرة لبطولة الأمم الأفريقية. كمان الشروق قالت ان حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري اكد على صعوبه مهمته نظرا لتولي المهمه في ظروف صعبه. طولان قال ان هو محتاج للوقت عشان يقدر يتعرف على الفريق بشكل كويس ويوصل كمان مع الفريق ده للطريقه الانسب عشان ينفذوها. كمان الوطن سبورت قال ان مجلس اداره نادي مصر المقصة برئاسه محمد عبد السلام نفى ارسال خطاب لاتحاد الكوره بيطالب خلاله خوض مباراه السوبر المصري السعودي بدل النادي الاهلي. وقالت اداره النادي الفيومي انه مش منطقي اصلا ان هو يطلب فريق المقصة انه يخوض المباراه وهو انهى النسخه اللي فاتت من الدوري المصري ممتاز في المركز الخامس. سريعا بقى نروح معاكم في جولة على السوشيال ميديا الخاصة بنجوم الرياضة سواء في مصر أو عالميا وهنبتديها مع طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي نشر على تويتر صورة ليه أثناء توقيع النادي الأهلي لعقود فرع طبعا النادي في القاهرة الجديدة الفرع الرابع للنادي الأهلي وكتب تكريم هيئة المجتمعات العمرانية في إطار توقيع عقد فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة. كمان بقى بالنسبه للائحه النادي الاهلي المقرر التصويت عليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه نشر محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على الفيسبوك صوره خاصه باللائحه لائحه النادي الاهلي وكتب النادي الاهلي يراهن على ابنائه ولم يسبق ان خسر هذا الرهان قرابه 8 شهور شرفت فيها بعضويه اللجنه المركزيه لمشروع لائحه النظام الاساسي وشعرت بالفخر مع انطلاق مرحله الحوار المجتمعي الذي فتح الباب امام مجلس الاداره للتقارب مع الساده الاعضاء أعضاء الجمعية العمومية الكرام وتلقينا باهتمام بالغ جميع مقترحاتكم واستجبنا لكل التعديلات المقترحة في إطار القانون لنصل في النهاية للائحة تليق بالنادي الأهلي وجمعيته العمومية التي تستحق الأفضل دائما. الأهلي في الريادة بكم أولا وبمشاركتكم الفعالة تكتمل الصورة التي نتمناها على قدر عظمة النادي الأهلي وجمعيته العمومية. كمان كتب محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على صفحته على الفيسبوك عن لائحة كلمتين من القلب قبل 48 ساعة من الجمعية العمومية اللائحة هي منتج بشري والاختلاف في الرأي وارد لكن المشاركة في الحدث ده أيا كان اتجاهك هو الأهم. لو النادي الأهلي بتاريخه الطويل محتاج حاجة دلوقتي فهو محتاج أنه يبقى قدام الدنيا كلها ليه جمعية عمومية كبيرة وعظيمة بتخاف عليه. كمان صفحة النادي الأهلي الرسمية على تويتر عملت تويت وكتبت فيها ميعادنا 28 سبتمبر للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. كمان نشر عدد من شباب وأبناء النادي الأهلي فيديو خاص بيهم عن لائحة النادي الأهلي بيوجهوا طبعا رسالة لأعضاء النادي الأهلي. تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع تاني. هنا قدام أول صورة لأول لجنة إدارية بالنادي الأهلي. انزل يوم 28 شارك في كتاب الدستور النادي الأهلي. يوم حق النادي الاهلي عليه عشان نوصل للاهلي اللي بنحلم بيه انزل يوم 28 وشارك في دستور النادي الاهلي. النادي الاهلي ادانا كتير لازم ننزل ونساعد النادي الاهلي انزل شارك يوم 28 سبتمبر. في يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا وعشان احنا حقوق النادي الاهلي انزل وشارك يوم 28
يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق الاهلي علينا عشان نحمي حقوق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل شارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان اجيال بعدينا جايه. انزل شارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان نقدر نحمي حقوق النادي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. شارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان اجيال بعدينا جايه كتير. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا علشان حق الاجيال جايه بعدين. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا عشان نحمي حقوق النادي الاهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الاهلي علينا. انزل وشارك يوم 28 على اللائحة الجديدة النادي الأهلي حق النادي الأهلي. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الأهلي علينا عشان أجيال بعدينا جاية. انزل وشارك يوم 28 يوم حق النادي الأهلي علينا عشان نحصل على النادي الأهلي. انزل وشارك يوم 28 لحق النادي الأهلي علينا عشان كيان عظيم اسمه النادي الأهلي. انزل شارك يوم 28 يوم حق الاهلي علينا عشان عيلة الاهلي هي اللي لازم تحط الاسطول. ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. ننزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. انزل يوم 28 حق النادي علينا طبعا. انزل عشان كيان عظيم اسمه النادي الاهلي. بعدنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نستقبل ضيفنا النهارده الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب. سريعا ونورنا دلوقتي في الاستوديو دكتور ابراهيم داوود مدير تحرير جريده الكوره والملاعب. مساء الخير على حضرتك منورنا. اهلا بيك يا شيماء. انا سعيد اني موجود معاك في بيتي. النادي الاهلي بالنسبه لي هو بيتي يعني. اكيد طبعا هنتكلم برضو عن الموضوع ده، بس خلينا اول نتكلم عن الحدث الاهم يوم 28 سبتمبر يوم الجمعه اللي جايه، الجمعيه العموميه غير العاديه عشان التصويت على لائحه النادي الاهلي او دستور النادي الاهلي. شايف لائحه النادي الاهلي ازاي؟ شايفها ان هي يعني فخر لكل اهلاوي.
فخر لكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، ابتداء بجماهيره، ابتداء بأعضائه، بمجلس إدارته. هو عمل كبير جدا ورائع جدا وضخم جدا، استحق الإشادة من حتى من الأطراف الخارجية، ممثلة في اللجنة الأولمبية المصرية، في وزارة الشباب، حتى في أقراننا في الأندية الأخرى. كل الناس سعيدة بالمشروع الكبير اللي اتعمل في الأيام اللي فاتت، واللي سهر عليه اللجنة كبيرة جدا، وورش عمل ومنتدى من الإعلاميين والصحفيين والفنانين، تقريبا كل طبقة المجتمع الأهلاوي كلها شاركت فيه. صحيح. هو عمل بينتمي لي وبينتمي لحضرتك وبينتمي لأي حد منتمي أو عضو في النادي الأهلي. صحيح. فهو سعيد بيه جدا يعني. صحيح. يعني عمل عملاق ورائع. شفت التعامل بقى مع اللائحة دي ازاي، واخذ آراء الأعضاء والمناقشة معاهم؟ منتهى الديمقراطية، منتهى الديمقراطية، درس في الديمقراطية. أنا طرحت أفكار للائحة، اتناقشت، اتسمع لمقترحات الاعضاء بهدوء شديد جدا. بعض الناس كانوا فاكرين انها هتبقى خناقه مع اللجنه او مع مجلس الاداره، لا، كل المقترحات، كل الملاحظات كلها روعه. صحيح. الى ان انتهينا في النهايه ان مفيش بند جوه اللائحه، اللي هو المشروع ان شاء الله يوم الجمعه، الزحف الاهلاوي الكبير اللي هيبقى موجود في الجمعيه العموميه ان شاء الله من 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 الساعه 9 صباحا لحد اخر لحظه، هتلاقي في زحف كبير جدا، في اهتمام أكيد من المجتمع أكيد الاهلاوي او من اعضاء النادي الاهلي بالتصويت على اللائحه، لان من حق النادي الاهلي ان يكون له دستور. صحيح. وان يكون له والاسترشاديه لا تليق بالنادي الاهلي. الاسترشاديه بتغطي جوانب بس مش بتغطي كل الجوانب. صحيح. اللي تهم يعني لو اتكلمنا عن الفرق ما بين الاسترشاديه ولائحه النادي يعني الاهلي، الاسترشاديه هي بتغطي جوانب عامه، جوانب عامه بالنسبه لادارات الانديه، لكن مين هيتكلم عن روابط المشجعين مثلا، اهميه جماهير النادي الاهلي. صحيح. وانها تكون موجوده في المنظومه، ده العامل الاهم. ازاي اللائحه بتاعتنا او دستورنا بيغطي النقطه دي باهتمام شديد جدا، ان هو بيسمح بتكوين روابط المشجعين من 150 عضو. احنا في مصر لو قلنا ان في عدد جماهيره يتجاوز 70 مليون، يبقى ممكن يطلع منهم كام الف رابطه. لما بنتكلم عن الاستثمار، الاستثمار اتكلمت عنه اللائحه الاسترشاديه في سطور او هنت سريع، ان اللائحه او دستور النادي الاهلي اتكلم عنه باستفاضه شديده جدا، حته الحظر ما بين الجمع ما بين عضويه مجلس الاداره وما بين اي تاسيس شركه مساهمه، ده كان رائع جدا، منتهى الشفافيه والوضوح من جانب مجلس الاداره، وهم اللي اصروا على يكونوا موجود، ان ما يبقاش في جمع بين الاثنين. حاجات كتيره جدا ما بتغطيهاش اللائحه الاسترشاديه. صحيح. طيب حضرتك اكيد حضرت بعض الجلسات اللي كانت معموله او الاجتماعات اللي كانت معموله. تابعت عن كسب، يمكن ما شاركتش في بعضها بس تابعت عن كسب. شفت ايه اهم الحاجات اللي اتغيرت او اهم البنود اللي اتغيرت؟ يعني حته العضو التابع كان فيه بعض الارمله المطلقه، الحاجات الانسانيه اللي موجوده، الاهتمام الشديد جدا بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه، لا حاجات كثيره جدا. عمليه السرداد العضويه اصبح بمقدور العضو حتى اللي زالت عنه العضويه النهارده، ان هو يقدم طلب لمجلس الاداره بموافقه الجمعيه العموميه انه ممكن يرجع. كان زمان استحاله ان ده يحصل الا بحكم محكمه. النهارده اصبح متاح ان لو عضو زالت عنه العضويه لاي سبب من الاسباب، وقدم تظلم لمجلس الاداره ووافق عليه مجلس الاداره، بيعرضه على الجمعيه العموميه وممكن العضو ده يرجع. ده يفتح باب امل لناس كتيره جدا كانت زالت عنها العضويه في السنين اللي فاتت. يعني صحيح، وتفرق كتير جدا اكيد. طيب يعني من خلال يعني رايه حضرتك للائحه الاسترشاديه اللي اكيد طبعا هيك تنزل وتصوت عليها يوم 28 يوم الجمعه، لائحه النادي الاهلي، عفوا النظام الاساسي، لائحه النادي الاهلي اللي اكيد هتنزل تصوت عليها يوم 28 سبتمبر او يوم الجمعه اللي جاي. لا، ده انا واسرتي وعيلتي وكل الناس اللي حواليا كلنا نازلين، كلنا بكثافه شديده جدا، احساسنا بان الاهلي يستحق مننا. أكيد. طبعا يعني المفروض ان انا اتكلم بحياد، بس في حاجات ما ينفعش فيها الحياد. الاهلي فوق مستوى الحياد. الاهلي مش محتاج مننا ان احنا ننحازله، لكن هو يستحق مننا ان احنا نعلم بفخر شديد جدا ان احنا اهلاويه او بننتمي للاهلي. صحيح. فده واجب علينا كلنا، في اهتمام، محادثاتنا التليفونيه، اجتماعاتنا، كله رايح
باتجاه الصندوق عشان يقول انا من حقي ان انا يكون لي لائحه او دستور للنادي الاهلي. صحيح. شفت ايه ابرز بند من البنود اللي موجوده في اللائحه يعني شد اهتمامك قوي فيه؟ موضوع الاستثمار بالنسبه لي هو مستقبل النادي الاهلي. طب. احساس الاداره او وعيها شديد جدا بعمليه التطوير جوه النادي. طب ممكن هاي توضح لنا البند ده اكتر؟ يعني هو الفكره بتاعت الاستثمار ازاي ناسس شركات مساهمه. احنا عندنا مثلا شركه النادي الاهلي للانتاج الاعلامي اللي هي قناه النادي الاهلي. ممكن الاهلي ياسس شركه معنيه مثلا باستخدام اللوجو بتاع النادي الاهلي. ممكن ياسس شركه في مجال العقارات، ممكن ياسس شركه في مجال الصناعه من الصناعات، ممكن كل ده يضر دخل او ارباح للنادي الاهلي. اسم النادي الاهلي لوحده يساوي يعني ترند كده يساوي مليارات، فممكن صحيح. استخدامه ده في المستقبل من خلال تاسيس شركات عديده، بناء كمان اكاديميات خاصه بالنادي الاهلي، كتير كتير كتير، عديد الافكار اللي ممكن تحط فيها اسم الاهلي وتساوي ملايين كتيره جدا، هيعود بالنفع على النادي الاهلي الكيان، وهيعود بالنفع على اعضائه وعلى جماهيره وعلى فرقه الكوره. وبالنسبه للنسب فنسبه 51% لازم اصرار برضو. دي منتهى الشفافيه ان يكون الاهلي مالك في كل شركه بتؤسس ل 51. 49 التانيين هي انت محتاجه انك تجلبي استثمارات لجوه النادي الاهلي. ف 49 هتبقى فرصه لاي مستثمر سواء مصري او عربي او اجنبي ان هو يخش في الاطار ده، وفي نفس الوقت بتحافظ للكيان على طابع الاداره او الملكيه من خلال نسبه ال 51%. ايه الفرق ما بين اللائحه الاساسيه او البند الخاص بالاستثمار في اللائحه الاساسيه دلوقتي الحاليه او ان شاء الله هيتم التصويت عليها يوم 28 بعد بكره باذن الله، والفرق بين برضو نفس البند ده لكن في اللائحه القديمه؟ اللائحه الاستثماريه كانت بتتكلم عن مفهوم الاستثمار بشكله العام. لكن احنا هنا في اللائحه بتاعه النادي الاهلي بنتكلم عنها باحتياجاتنا احنا كاهلاويه للاستثمار جوه النادي الاهلي. فده الفرق ما بين الاثنين. يعني هل حضرتك عندك اي ملاحظات على اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي اللي هيتم التصويت عليها ان شاء الله بعد بكره؟ يمكن اهم الملاحظات زي ما انا قلت لحضرتك كده ان حته اسقاط العضويه اصبح في ايد الجمعيه العموميه مش في ايد مجلس الاداره، فده بيعظم دور الجمعيه العموميه. حته ان بقى في روابط مشجعين، جمهور الاهلي يستحق ان يكون له رابطه تجمعه، رابطه قانونيه. صحيح. بدل ما تطارده اجهزه امن او تصدر احكام بحل روابط او ما شابه، اصبح من يوم السبت ان شاء الله يستطيع كل محبي النادي الاهلي وعشاقه وجماهيره ان يتقدموا لمجلس الاداره بطلب على الاقل 150 عضو ان ينشئوا بيه روابط. اعتقد انها لو كل 150 عملوا رابطه احنا محتاجين مثلا 500,000 رابطه يا دوب عشان تغطي 70 مليون. صحيح. ده صحيح، بس اعتقد ان الروابط هتتحد مع بعضها. اعتقد ان ممكن يكون في نجد في النهايه 4 أو 5 روابط كبار ينضم حواليهم الجماهير. واحنا لو قلنا مثلا ان كل مدرسه على الاقل فيها رابطه، فاكيد فيها اكتر من 150 اهلاوي عملت رابطه، فلأ الموضوع هيبقى كبير جدا. المهم ما هو برضو العمليه ما تركتش كده بدون ضابط، هي لازم يشترط ترخيص من مجلس الاداره. صحيح. يعني مجلس الاداره لازم يرخص له للرابطه دي عشان تنشا يعني. صحيح. نتكلم بقى عن اللجنه الاولمبيه ودخول اللجنه الاولمبيه والنادي الاهلي. النادي الاهلي زار اللجنه الاولمبيه عشان يوريهم اللائحه وياخد رايهم فيها، وبرده زياره النادي الاهلي عودنا على العمل المؤسسي. طالما ان اللجنه الاولمبيه هي الجهه الاداريه الحاكمه في الموضوع، كان لازم الاهلي يطلعها على كل الاجراءات اللي تمت. هي كمان شاركت في وضع يعني من خلال اعضائها شاركت في وضع لائحه النادي الاهلي. كان لازم النادي الاهلي يطلع اللجنه الاولمبيه على كل الاجراءات وكل الاطر عشان ما يكونش في بنود مخالفه للقوانين الاولمبيه فتبقى في مشكله بعد كده. النادي الاهلي عمل مؤسسي مش هيسمح بان هو ياخد اطار فردي ثم بعد كده يطعن عليه. صحيح. ثم بعد كده تؤدى به الامور ان هو تبقى في شكاوى في اللجنه الاولمبيه الدوليه. يعني احنا مش زي غيرنا اكيد، يعني زي غيرنا. كان بقى في انتقادات كتير جدا للزيارة دي بالذات، شفت الانتقادات دي ازاي؟ لا ينتقد زيارة النادي الأهلي بإطار قانوني، بإطار مؤسسي، لإطار شرعي وإطار مؤسسي، إلا إما إن هو حاقد على النادي الأهلي أو جاحد لتاريخ النادي الأهلي
او هو ليه غرض او 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 مرض او عرض. وما اعتقدش ان اي حد بينتمي للنادي الاهلي هيكون في اي صفه من الصفات دي. هل من وجهه نظر حضرتك ان اللجنه الاولمبيه ليها وصايه على الانديه المصريه؟ انا مش شايف ان في وصايه. يعني الوصايه دي حصلت في ايه؟ يعني هل في سوابق حصلت في ان هي تدخلت في عمل او اداره اي نادي من الانديه؟ مش دفاعا، احنا مش في محمل الدفاع عن اللجنه الاولمبيه، ولكن لابد ان يكون العمل مؤسسي. صحيح. واذا كان القانون حال اللجنه الاولمبيه انها جهه الاداره الحاكمه في الموضوع، يبقى علينا كلنا ان احنا نحترم ده. اكيد. ولا أكيد. العمليه هي مش فرض عضلات يعني. صحيح، اكيد. طيب رساله حضرتك ايه بقى لاعضاء الجمعيه العموميه؟ هم مش محتاجين مني رساله، هو بصراحه يعني في حاله من الشحن نفسه، كل واحد حاسس من جواه ان هو عليه دور، عليه انه يؤديه من الجمعه. ان انا انزل، ان انا اروح بدري جدا، ان انا ادلب صوتي. صحيح. ان انا لو انا ليا صديقي او جاري او أجيبه او صاحبي معي. اجيبه معايا. لو ما عندوش عربيه عربيتي موجوده. لو طبعاً النادي موفر كمان موفر تسهيلات كتير جدا من النادي الاهلي على الاعضاء، جراج التحرير كله بالكامل موجود للصلاح الاعضاء، وتطبيقات بين الاعضاء النادي الاهلي فرع مدينه نصر وكمان الشيخ زايد لمقر النادي الاهلي في الجزيره، بالاضافه طبعا للجولف كارز اللي موجوده عشان طبعا الناس الكبار في السن مش لكن الرساله الاهم اللي هي وصلت في الساعات اللي فاتت، حديث البعض عن لائحه النادي الاهلي ومحاوله تقديم انتقادات ليها او التدخل فيها هو من خارج النادي الاهلي، جابت نتيجه يعني عكسيه وايجابيه لصالح الموضوع. النهارده كله نازل عشان يقول له مالكش دعوه بالنادي الاهلي. طب بمناسبه بقى الكلام على فروع النادي الاهلي، طبعا النهارده خلاص اتمضت عقود الفرع الرابع للنادي الاهلي في القاهره الجديده، شفت ده ازاي؟ شفت ان هو ده خبر هيسعد كل الاهلاويه اللي هم قاطنين في التجمع الخامس وفي المناطق المحيطه بيه، لان طبعا بقت في كثافه سكانيه عاليه هناك، في كتير جدا من الالاف من الاسر بتتمنى. صحيح. ان هي يعني منتظره بفارغ صبر ان يفتحوا باب العضويه في التجمع الخامس. صحيح. عشان خاطر حضرتك عندك فكره عن موقف اعضاء الفروع الاخرى من الفروع الجديده اللي بتتعمل او بتتفتح؟ بمعنى تقصدي ايه؟ يعني دلوقتي اعضاء مثلا نادي الاهلي مدينه نصر. تمام. هو انا برضو النادي الاهلي مدينه نصر بيعامل معامله الاهلي الجزيره، كله كيان واحد. وبالنسبه للاهلي الشيخ زايد؟ بالنسبه للاهلي الشيخ زايد برضو هو جزء من الكيان، هو لا ينفصل عنه، ولكن ملوش حق التصويت، ده الفرق بس. ملوش حق التصويت، هو بس الفرق في عمليه التصويت، انما الباقي عضو كامل يعني. طب موقفهم ايه بقى في في اللائحه الجديده ان شاء الله؟ بيبقى الموقف على ما هو عليه، ان بالنسبه للفروع سواء اللي هيبقى الشيخ زايد او الفرع الرابع ان شاء الله المزمع انشاؤه، هيبقى العضو اللي بياخد العضويه في الفرع ده هتبقى قاصره على الفرع اللي هو الجديد اللي اشترك فيه، بخلاف اللي هي العضويه الكامله اللي هي اعتقد ثمنها دلوقتي 350 الف جنيه. صحيح. دي هتبقى متاحه لكل لدخول الاربع فروع اللي هم اعضاء طبعا اهلي الجزيره وبعديها اعضاء مدينه نصر وبعديها اعضاء مدينه نصر. صحيح. طيب نروح بقى للنادي الاهلي والكوره في النادي الاهلي والمباراه المهمه اكيد اللي هتتلعب بكره في البطوله العربيه في دور ال 32 من البطوله العربيه، شايف فرص النادي الاهلي ازاي في اللقاء ده اللي انتهى هنا في لقاء الذهاب بالتعادل السلبي؟ الاهلي هناك فرصته كبيره جدا طبعا في ان هو يتخطى هذه العقبه، ان شئنا نسميها عقبه. يمكن النتيجه السلبيه دي دافع وحافز للاعبين ان هم يعدوا من اللقاء ده بنتيجه ايجابيه هناك. كل الفرص متاحه، الاجواء اللي هناك اجواء حميميه جدا بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، كل الاخبار الوارده من هناك يعني الاستقبال حافل، المناخ كمان مناخ كوره، الاجواء دي موجوده في لبنان بنتكلم في درجه عشرينات مش من ناحيه الطقس. النهارده معانا فيديو احمد فتحي بينضم لبعثه الفريق الاول بالبعثه، كان في لندن عشان طبعا تسليم جائزه ذا بيست الخاصه بالفيفا، وبعد كده رجع على بيروت عشان ينضم لفريق النادي الاهلي وفريق الكوره الاول في بيروت. فالفرص هناك الاهلي اكيد استفزته النتيجه اللي كانت بتاعت لقاء الذهاب اللي كان في القاهره، اعتقد ان هو قادر على تخطي هذه العقبه.
ان شاء الله. فريق النجمه فريق كبير وفريق محترم وكل حاجه، لكن الاهلي درس تماما الفريق اللبناني وكشفت له مباراه الذهاب اكيد عن كثير من الامور. اعتقد ان احنا في يوم الخميس اللي هو بكره صحيح هيكون اللقاء الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت بيروت. ان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى هذه العقبه ويحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله في لبنان. صحيح. طيب بعد كده طبعا في مباراه مهمه وهي لقاء فاقس طيف الجزائري، شايف اللقاء ده برضه هيكون عامل ازاي؟ شايف ان مفتاحه هو مباراه الذهاب اللي هي هتقام في القاهره. اذا الاهلي استطاع ان هو يحقق نتيجه ايجابيه وكبيره تحسم مباراه العوده، هيبقى ده سهل له كتير جدا او قطع جزء كبير جدا من المشوار. مباراه وفاء ستيف فريق لا يستهان به، يكفي ان هو اخرج حمل اللقب اللي هو الوداد. كمان بيضم مجموعة ونخبة من اللاعبين المميزين جدا، خاصة على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. أعتقد أن الأهلي كمان بيحترم المنافسين بتوعه، واحترامه لوفاء ستيف هيكون أحد أسباب إن شاء الله أنه هو يتخطى هذه العقبة ويصل للنهائي بإذن الله. أكيد. طيب بالنسبة بقى لمكان إقامة اللقاء، شفنا نادي الاهلي بيلعب مع هورايا كوناكري الغيني في ملعب السلام بطلب من مجلس اداره النادي الاهلي طبعا توفيرا للمجهود على اللعيبه وكمان على الجمهور اللي اكيد كان السبب الاول او الاهم في فوز النادي الاهلي والاداء كمان الجميل اللي حصل في اللقاء ده. صحيح. اللقاء القادم قصاد وفاق ستيف، سمعنا النهارده في بعض الجرايد ان في حاله من الغموض على الملعب اللي هيقام عليه اللقاء القادم لنادي الاهلي في الدوري الافريقي. في ناس بيقولوا ان الملعب اللي هيستقبل اللقاء ده قد يكون برج العرب، برغم ان النادي الاهلي لسه لغايه دلوقتي ما جالوش ولا خطاب رسمي واحد ان ملعب برج العرب هو اللي ممكن يستقبل. المعلومات اللي عندي ان الاهلي متمسك باقامه المباراه في استاد السلام مش برج العرب، لكن ربما يكون زياده الاعداد الجماهيريه. انت عارفه ان مباراه دور قبل النهائي هتبقى فيها زحف جماهيري اكبر. صحيح. يعني ربما عدد الجماهير يكون هو ده الحائل الوحيد يعني. يمكن. بس دلوقتي بالنسبه لساعه استاد السلام اعتقد انها هتبقى بس دلوقتي عدى خلاص ال 15 يوم اللي هم ممكن النادي الاهلي يبلغ فيها الفريق الاخر فريق وفاق ستيف بتغيير ملعب اللقاء. ربما دي تكون أزمة يعني. صحيح. طبعا لصالح النادي الأهلي، وأعتقد أن كل الجهات المعنية هتبقى بتسعى أن يكون الأهلي في حالة معنوية أفضل. وجوده في القاهرة ده هيسبب له كثير من الراحة، لكن إذا كانت القصة متعلقة بعدد الجماهير واستقبالهم بالنسبة لساعة استاد السلام، خلاص يبقى لا مفر من اقامه المباراه في ملعب يستوعب. واذا كان امنيا هي الموافقات موجوده على برج العرب يبقى ليه لا. طيب خلينا برضو نكمل كلامنا عن دوري ابطال افريقيا وسعي النادي الاهلي طبعا للحصول على النجمه التاسعه في النسخه الحاليه. شايف ايه الفريق الاصعب او ايه اللي هيكون عائق قصاد النادي الاهلي ان هو يحقق النجمه التاسعه؟ اعتقد ان العائق الاكبر اللي هو مباراه دور قبل النهائي اللي هو وفاق ستيف الجزائري. وجود الاهلي في النهائي بالكاريزما بتاعه النادي الاهلي اعتقد ان هي هتبقى قربت له كتير جدا من المسافات. غالبا طبقا للترشيحات ان هيكون الفريق المنافس بالنسبه له الترجي. وجود السابق الترجي ولعبوا معانا في دوري المجموعات والمباراتين، مباراه انتهت بتعادل سلبي ومباراه نجحنا في ان احنا نفوز عليه في عقر داره هناك، اعتقد ان دي برضه هتبقى من الوسائل الضاغطه على الترجي في اذا ما تاهل للمباراه النهائيه. اعتقد ان العقبه الرئيسيه تتمحور في لقائي دور وفاق ستيف. صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز واللي عدى منه 8 جولات لحد دلوقتي. لو سالت حضرتك عن رايك او تقييمك للدوري المصري لحد دلوقتي، وايه ابرز حاجه شفتها في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ طبعا الظاهره الاكبر هي سوء مستوى التحكيم. طبعا هي دي الظاهره
المسيطرة على أو من شواغل صحيح، واللي كان باين لنا قوي قوي في لقاء النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من الدوري. مع الأهلي والإنتاج الحربي مش بس كده، ده من قبل، الأهلي والإنتاج الحربي ومن بعده. يعني احنا شفنا حتى مباراة المقاولين والزمالك في الدقيقة الأخيرة ضرب الجزاء لا تحتسب للمقاولين العرب وبتخليه ان هو يفقد على الأقل نقطة التعادل. صحيح. ومن ثم بتمنح للمنافس ان هو يحصل على نقطتين اضافيتين كان المفروض ان هو ما ينتهي اللقاء بالتعادل. الاخطاء التحكيميه مسلسل متواصل يعني. يقولوا هيعملوا تقنيه فيديو ومش هيعملوا تقنيه فيديو. تقنيه الفيديو بقى هتحل المشاكل اللي عندنا دي؟ ما المشاكل اللي عندنا سببها ايه؟ سببها ضعف ابصار، يعني هو ما بيشوفش، ولا سببها قله تركيز، ولا سببها ايه بالظبط؟ يعني احنا عاوزين نعرف هل تقنيه الفيديو. طيب النهارده في النهايه القرار للحكم. طب النهارده لو حكم الفيديو قال له في الـ في الـ في الـ في السماعه ان في ضربه جزاء مثلا النادي الاهلي، هو ملوش رغبه انه يحسب، هيروح يتفرج على التلفزيون وهيقول ان هي ايه ضربه جزاء، او العكس ضربه جزاء محتسبه ضد النادي الاهلي وهو خد قرار بانها احتساب ضربه الجزاء ضد النادي الاهلي ثم شاف من حكم الفيديو ان هي مش ضربه جزاء خلاص، وقال له وشاور له وخد القرار برضه ان هو مصمم على ضربه جزاء. اذا ان انت بتتعاملي في النهايه مع عنصر بشري. موضوع تقنيه الفيديو مش هي الحاسمه، احنا بنتكلم يعني مش هتساعد الاهداف والمقاصد. المفروض انها تساعد والمفروض انها تحسن وتجاوب من الاخطاء. تاكيدات كتيره جدا في الايام اللي فاتت من عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكره المصري، قال ان خلاص هيتم فعلا جلب ثلاث شيما الحكم الخامس اللي هو شاف السوبليكس اللي حصل مع وليد ازارو، لمس الاكتاف اللي كان لمس الاكتاف ده. لو هو قاعد على الفيديو خلاص، انا بقول لك كان قاعد بينه وبين وليد ازارو 67 سنتي. 67 سنتي دول لا، هو هيبقى قاعد قدام الفيديو اهو، وهو مش عاوز يشوف ان هي ضربه جزاء. ها هيشاور الحكم ويقول له في السماع انها ضربه جزاء. انا بس عاوز اسال السؤال ده للقائمين على منظومه كره القدم في مصر. وانا كمان عايز اسال برضه بيك. هل هيشاور هيقول انها ضربه جزاء، ولا برضه هيعمل نفسه مش من حته تانية خالص وان هو مش هيشوفها؟ هو دي الاساس. تقنيه الفيديو عمل رائع جدا، بس هو عمل مؤسسي. ايه هناخد عربيه كشري ونلف بيها على الملاعب؟ انا اخر خبر بيقولوا انها هتبقى عربيه متنقله، يعني انت عاوز واحده متنقله. ايه واحده متنقله؟ طب احنا عندنا 3-4 ماتشات، هنجيب الماتش ده ونحط له حكم. كان قبلها بيومين كان في اخبار برده نازله ان مش هنلعب كل ماتش يوم كل ماتش. لا هنلعب 3 مباريات في يوميا، 3 مباريات بس في اليوم. يعني ديليفري، فيديو ديليفري، هيتحرك من هنا يروح لهنا يروح لهنا، ولا هيتعامل ازاي؟ يعني ممكن يعني مثلا تكون اللقاءات تبتدي مثلا من الساعه 2 الساعه 4 الدور. هنضرب الناس في قد ايه؟ هو بيقول من الدور الثاني. طب هل هو هيستطيع في الدور الثاني ان هو يكون في اللحظه دي في التو خلاص هنعد الوقت العكسي وهيبقى جاهز حكم الفيديو؟ طب في الاخر لو ما طلعش ان في فيديو، طب نعمل ايه في ساعه التشغيل؟ صحيح. وبعدين كمان فكره ان ممكن تقنيه الفيديو دي تستخدم لمباريات بعينها او لفرق بعينها، هيبقى فيها انتقائيه، مشكله كبيره شفافية. جدا. لا طبعا مشكله يعني كبيره. انا احط حكم الفيديو لمباراه بيراميدز والزمالك مثلا وما احطهاش للمقاصه والمقاولين مثلا، ما ينفعش. ولا من حرس الحدود وحاجه من الثاني من فرق المؤخره ومتزايلي الجدول؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. ويا اما نكون بادئين بدايه صح، مش لازم تبقى من بدايه الدور الثاني، خليها من الموسم اللي جاي. بس بدل ما تبقى في عربيه الكشري دي يبقى في عربيتين ثلاثه، يبقى على الاقل كل الملاعب مغطاه بعربيه بتحمل تقنيه الفيديو او الفار. هيتلعب 3 ماتشات في 3 اماكن مختلفه، موجود فيه 3 وحدات لل بس احنا فعلا لو قعدنا نفكر فيها نلاقي الموضوع فيه شويه صعوبه. يعني في مباراه بتتلعب في محافظات مختلفه، فين كمان تدريب الكوادر؟ يعني انا هدرب الكوادر دول في قد ايه؟ صحيح. او الدور الثاني انت حتى لو هم اخذوا كورس لمده شهر مثلا فلنفترض هيحصل كده، بس برضو لو دلوقتي في النهارده ماتش في اسكندريه وفي ماتش في القاهره وفي ماتش في الصعيد، هنعمل ايه؟ انا بنحتاج بقى هليكوبتر متنقل، مش عربيه متنقله، عشان خاطر نغطي فعلا الملاعب دي. كلام مش مظبوط وكلام مش عملي. يعني نكون قدها
ونتعامل مع الامور بشفافيه بس احنا فعلا في امس الحاجه لتقنيه الفيديو. طيب انت يا شيما واثقه ان هو هيشوف الكوره لو جات له زي بتاعه وليد ازارو هيشوفها في الفيديو؟ لا هو هو ساعتها ولا مش احنا دايما يعني احنا لما بيكون فيها حد يجاوب لي على السؤال ده ما هو وقتها الموضوع هيبقى مختلف. يعني دلوقتي لما بيبقى فيها اعتراض كبير جدا من الجمهور واعتراض برضو من مجالس ادارات الانديه على تحكيم مباراه ما فدايما بيطلع رئيس ضربه الجزاء الاخيره اللي في مباراه الزمالك والمقاولين دي دايما بيطلع رئيس بعديها رئيس لجنه الحكام يقول الاخطاء وارده الحكم بشر ممكن ما يكونش شافها ممكن بس وقتها مش هيكون في اي حاجه من الحجج دي على الاقل هنرتاح من الحجج دي بنسبه 80%. طب مين اللي هياكد لنا ان حصل لينك ما بين الحكم الفيديو مفروض ما سمعش في السماعه؟ ما احنا شفنا في مباريات كاس العالم مباريات بتتوقف عادي والحكم مين اللي بيوقفها؟ هو الحكم بيوقفها من خلال ان هو سمع حاجه في طب عمل نفسه من حته تانية وما سمعش. لا ما هو ساعتها بقى الموضوع هيبقى مختلف. طب ما نتكلم في الاساس بقى ارفع مستوى الكوادر بتاعتك التحكيميه حسن من ادائهم اديهم دورات عرفهم ان الخطا ده ما ينفعش يتطبق هنا اهو وما يتطبقش هنا اهو وان العداله عمياء وتطبق على الجميع ده الاساس اللي احنا المفروض ان احنا نروح له مش عربيه متنقله. صحيح. نرجع بقى مرة تانية برضو للحدث الأهم والأبرز يوم 28 سبتمبر تصويت على اللائحة الأساسية هو عرس 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 لكل الأهلوية يعني. صحيح. هل حضرتك متوقع أن يكون في إقبال تاريخي؟ إن شاء الله بإذن الله بإذن واحد أحد هنشوف حاجة شبيهة بالانتخابات اللي فاتت؟ ربما طموحاتنا أنها تكون أكبر من كده كمان يمكن أحد العوامل اللي أثرت في العدد في الانتخابات الأخيرة كانت سوء إدارة العملية التصويتية نفسها أعتقد أن المرة دي ولما اطلعنا عليه وجود أربع مداخل اثنين للدخول واثنين للخروج كمان اتساع المداخل السرعة في التصويت وبالنهاية العملية كلها لم تتفارق أكثر من 7 دقائق صحيح. يمكن في ناس كانت بتعزف عندها تقول لك أنا هروح أتعذب وأقف في الطابور ساعتين وثلاثة لكن دلوقتي أظن في تنظيم أهم وأكبر بكتير من اللي حصل في الانتخابات أعتقد أن الإدلاء بالصوت مش هيستغرق أكثر من 7 دقائق فده صحيح. هتبقى مدعاني ناس كتيرة جدا بإذن الله بإذن واحد أحد أنها تروح وتدلي بصوت يعني. هتروح الساعة كام؟ إن شاء الله على الصالة كده نحاول نصلي في النادي الأهلي وندلب الدنيا هتبقى زحمة قوي يعني هو ده التوقيت اللي هيبقى توقيت الذروة بالنسبة للتصويت يعني. بشكرك جدا دكتور إبراهيم داوود مدير تحرير جريدة الكورة والملاعب نورتنا النهاردة في كلام في الميديا أنا وكان سعيد استمتعت جدا بوجود حضرتك معانا يعني كل الشكر للناس اللي شاركت في اللائحة دي وكل الشكر لفريق العمل وشكرا لك يا شيما بشكر حضرتك جدا شكرا طبعا لحسن متابعتكم لينا النهارده بكره باذن الله زميلي امير هشام هيكون معاكم في كلام في الميديا وانا هكون معاكم ان شاء الله من يوم السبت القادم في حلقات جديده من كلام في الميديا يوم سعيد جدا عليكم